أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 4 which is entitled Congruent Triangles. lesson بتاعنا النهاردة بيتكلم عن Triangles وإمتى أقول إن التو Triangles دول are congruent، يعني إمتى أقول إن التو Triangles دول متطابقين أو أقدر أحطهم على بعض ويجوا على بعض بالظبط. طيب عشان ندي مقدمة كده للليسون لازم نتعرف على الاليمنتس بتاعت التريانجل. We have 6 elements for any triangle. اي تريانجل عندك هتلاقي ليه 6 elements اللي هم ايه؟ عندك 3 sides، عندك AB، عندك BC، عندك AC. يبقى انا عندي 3 sides for each triangle. وعندي ايه تاني؟ وعندي 3 angles، عندي الانجل A والانجل B والانجل C. يبقى انت مبدئيا تبقى انت عارف ان اي تريانجل هيكون فيه 3 sides و 3 angles. طيب لو جينا نشوف التو تريانجلز دول نلاحظ ايه؟ تريانجل اي بي سي والتريانجل اكس واي زد، ملاحظ انت فيهم ايه؟ ملاحظ ان السايد اي بي بيكوال السايد اكس واي، والسايد بي سي ايكوال السايد واي زد، والسايد اي سي بيكوال السايد اكس زد. ايه تاني؟ ملاحظين ان الانجل A بتيكوال الانجل X، والانجل B بتيكوال الانجل Y، والانجل C بتيكوال الانجل A Z. لما نلاقي كل الاليمنتس اللي موجودة هنا بتيكوال الكورسبوندينج اليمنت في الترينجل التاني، يعني الاليمنت ده بيكوال الكورسبوندينج، الكورسبوندينج اللي هو اللي قدامه، اللي قدامه في الايه في الترينجل التاني، بنقول ان التو ترينجلز دول ار ايه؟ ار congruent. وبنكتبها كده، بنكتب ان التريانجل اي بي سي، بنعمل السيمبل ده اللي هو الثلاث شرط فوق بعضيهم دول معناهم ان هم متطابقين. يعني ايه متطابقين؟ يعني انت لو جيت كده بالمقص ورحت قاصص التريانجل ده وده كمان قصيته وحطيتهم على بعض هيطلعوا على بعض بالظبط، مفيش بينهم اي ايه اي اختلاف او اي ايه او اي differences. طيب يبقى انا عندي ال two triangles are congruent if each element of the six elements of one of them is congruent to the corresponding element in the other a triangle. طيب هل انا محتاج ال six elements دول كلهم يبقوا قدامي واضحين وظاهرين علشان اخد قراري واقول ان ال triangle ده congruent لل triangle التاني؟ لا، مش محتاجين ال six elements. هما هنحتاج ايه؟ هنحتاج بعض من هذه ال elements بترتيب معين. يبقى انت مبدئيا هنتفق ان احنا مش محتاجين كل ال 6 elements يكونوا موجودين قدامك وشايفهم هنا وشايفهم هنا وفي equality ما بينهم. لا، مش هتحتاج ال 6 elements. احنا هنحتاج just 3 elements. 3 elements are enough to prove that this triangle is a is congruent to a للتريانجل التاني. طيب ال 3 elements دول ليهم ترتيب عندنا معين وهنقسمهم عندنا الفور ايه لفور كيزز. الفور كيزز دول بناء عليهم انت هتقرر ان التريانجل ده كونجروانت للتريانجل ايه التاني. تعالوا نشوف الفور كيزز، تعالوا مع بعضينا نشوف الكيزز اوف كونجروانس اوف تو تريانجلز، الحالات اللي بيحدث فيها تطابق لإيه؟ لتو تريانجلز. Here we will study how to prove that the two triangles are congruent by proving that three elements only are congruent to the corresponding elements of the other. هنا احنا هندرس ازاي نثبت ان التو تريانجلز دول متطابقين عن طريق ايه؟ ان انا بس بدور على three elements بس. ال three elements دول زي ما قلنا هيكون لهم وضع معين في التو تريانجلز واشوف ان هم ايه؟ زي بعض ولا مش زي بعض. لو طلعوا زي بعض يبقى ايه التو تريانجلز دول ايه متطابقين اور congruent. طيب تعالوا مع بعضينا نشوف الكيزز اوف congruence اوف تو تريانجلز. وي هاف فور كيزز، عندي اربع حالات. الاربع حالات دول لو لقيت اي حاله منهم شروطها متوفره نقدر على طول نقول ايه ان التو تريانجلز دول زي بعض. اول حاله عندي انك تلاقي تو سايدز اند ذا انكلودد انجل. خد بالك يعني انت عندك تو تريانجلز، بصيت هنا وبصيت هنا لقيت عندك تو سايدز زي بعض ولقيت انجل ليها وضع معين، الانجل دي لازم تكون انكلودد، يعني موجوده ما بين الايه
التو سايز هنشوفها هنشوفها دلوقتي. طيب الحاله الثانيه انك تلاقي تو انجلز اند وان سايد، وبرضك هتلاقي ان الوان سايد ده عليه ريستريكشنز في وضعه. يعني خد بالك دايما الاليمنت اللي هو مختلف عليه شروط. يعني انت عندك هنا تو سايدز، اي تو سايدز مش مشكله، لكن الانجل هنا لا، عليها ريستريكشنز، ليها وضع معين وليها صفه معينه لازم تكون موجوده فيها. هنا كذلك عندك التو انجلز اند وان سايد، اي تو انجلز مش مشكله، لكن الوان سايد ده هتلاقي عليه ريستريكشنز في ايه، في وضعه، لازم يكون موجود بطريقه معينه. اوكي هنا الثري سايدز، الحاله الثالثه انك تلاقي ثري سايدز ار ايكوال. الحاله الرابعه دي موجوده في الرايت انجل تراينجل، ان انت تلاقي الهايبوتنس قد الهايبوتنس وتلاقي انذر سايد، اي ايه اي سايد. الحالتين دول ما فيش عليهم قيود، الحالتين الفيرست كيس والسكند كيس، الحالتين دول ايه عليهم قيود، وتعالوا نشوفهم بقى ايه حاله حاله بالتفصيل. الفيرست كيس عندي اللي هي اول حاله من الحالات اللي انت هتدرس فيها 3 elements، وال 3 elements دول لو لقيتهم هتقول ان ال 2 triangles are congruent. ايه الحالة دي؟ طيب بص عندك هنا، لو انت عندك 2 triangles A, B, C و D, E, F، لو لقيت ان انت عندك side equal للcorresponding side في الناحية التانية، و another side equal للايه للcorresponding سايد في التراينجل الثاني، يبقى انا عندي سايد بيكوال سايد وانذر سايد بيكوال سايد، وعندي انجل، ادي انجل اهي بتيكوال بردك الانجل ايه الانجل دي. خد بالك وضع الانجل دي ايه بقى، الانجل دي لازم تكون انكلودد. يعني ايه انكلودد؟ موجوده ما بين السايد ده والايه والسايد ده. يعني لازم يكون التو سايدز هم التو ريز بتوع الايه بتوع الانجل. لو لقيت التلات شروط دول عندك موجودين في اي تو تراينجلز، يبقى التو تراينجلز دول ار كونجرونت. يعني ايه؟ يعني لو جبت مقص كده، قصيت لي ده وقصيت لي ده وحطيتهم على بعض هيطلعوا زي بعض بالظبط. اوكي يبقى انا عندي تو تراينجلز ار كونجرونت اف تو سايدز اند ذا انكلودد انجل، دي الريستريكشن اللي على الانجل. يبقى انا عندي ريستريكشن على الانجل هنا، مش اي انجل، لازم تكون انكلودد في محاذير على وضع الانجل. And the included angle of one triangle are congruent to the corresponding parts of the other A triangle. لما نيجي نبص هنا هو عندك ABC وعندك DEF، دول مالهم؟ دول two triangles. فيهم ايه؟ ايه اللي موجود فيهم؟ موجود فيهم ان الAB بيكوال الDE، ادي الAB بيكوال الDE. طبعا هو هنا كون كلمة congruent، دي line segment وline segment. Any two line segments are congruent if they have the same length. يعني طالما هم congruent يبقى ليهم نفس اللينس. يبقى لو قلت لك علامه الكونجرونسي على اللاين سيجمنت اكني بقول لك ان الاثنين ايه ار ايكوال. يبقى اي بي بيكوال الدي اي والدي سي بيكوال الاي اف، والانجل انا حاططها لك في النص اهي عشان تعرف ان هي انكلودد بين السايد ده والسايد ده، ان الانجل بي لازم تيكوال الانجل اي. لقيت الثلاث شروط دول موجودين، يبقى انت دلوقتي تقدر تقول ان التريانجل اي بي سي از كونجروانت للتريانجل دي اي اف. اوكي طيب بعد ما تثبت ان هو كونجروانت، بعد ما تستخلص النتيجه دي، يحصل ايه؟ يحصل انك تستنتج ان باقي الاليمنتس ار ايكوال تو ايه تو ايتش اذرز. طالما انت هتحطهم على بعض يبقى اكيد الباقي هيكوال الباقي. يعني انت هنستنتج بقى من الكلام ده ايه؟ هنستنتج ان الاي سي هتيكوال ال دي اف، وهنستنتج ان الانجل A هتيكوال الانجل D، وهنستنتج ان الانجل C هتيكوال الانجل A F. يعني مبدئيا في المسائل هيجيب لك حاجات مجهولة. الحاجات المجهولة دي انت هتجيبها ازاي؟ هتجيبها لما تثبت ان الترينجل ده بيكوال الترينجل ده. هيجيب لك حاجة مجهولة مثلا في ترينجل وهتلاقيها موجودة في الناحية التانية. عشان تجيبها من الناحية التانية لازم تثبت اولا ان هم ايه متطابقين، ومن هذه النتيجة هيحصل شيرنج للانفورميشن. طالما اثبتت ان هم زي بعض ممكن اعمل شيرنج للانفورميشن بين ذيس تو تراينجلز. المعلومات اللي في التراينجل ده تتنقل لك للايه؟ للتراينجل الثاني. يعني لو عندك سايد هنا معلوم، الانفورميشن دي عن طريق الكونجروانس تروح لمين؟ للتراينجل الايه؟ الثاني. هنشوف الكلام ده بالتفصيل في الاكزامبلز. الحالة الثانية اللي عندي ان الاقي
two angles and one side. نرمز لها بالرمز ASA كاختصار يعني كلمة angle A is side والانجل A. First case كنا بنسميها side angle side لما two sides وangle A included. الحالة دي بتقول لك ان لو في عندك two triangles A, B, C و D, E, F وانت بتبص فيهم رحت شايف ان في عندك two angles موجودين هنا وهنا زي بعض ولقيت ان في برضك another side موجود بس السايد ده عليه restrictions. ايه الريستريكشن اللي على السايد ده؟ ايه المحاذير اللي على السايد ده؟ السايد ده لازم يكون واصل ما بين الانجل دي والانجل دي، يعني مش اي سايد، يعني لازم تلاقي التو انجلز والسايد ده اللي هو رابط بتوين الايه التو انجلز اللي هو الكومون راي. ده يعتبر ان الانجل دي الانجل اي الراي بتاعها مين؟ الراي بتاعها اي دي، رايز اي دي، وعندك الاي اف. طب الانجل اف في منها اني راي؟ في عندك الراي FE والري FD، يعني الحتة دي هتلاقيها common. يبقى لازم يكون السايد common between these two angles. لو السايد ده مش common ما اقدرش اقول ان الايه ان الشروط دي كافية لعملية الكونجروانس. يبقى عشان نحكم على الكيس ديت ونقول ان الشروط دي enough to prove congruence، يبقى لازم تلاقي two angles and السايد اللي هو رابط بين الايه التو انجلز دول. طيب يبقى تو انجلز ار كونجروانت اف تو انجلز اند ذا سايد درون بين ايه بين زير فيرتسيز، يعني لازم يكون السايد مرسوم بين الايه الفيرتكس دي والفيرتكس دي. اوف وان تريانجل ار كونجروانت تو كورسبوندينج بارتس تو ايه اوف ذا اذر تريانجل. اوكي يبقى هتلاقي انجل بتيكوال انجل وانذر انجل بتيكوال انجل والسايد انكلودد. وهتستفيد من عمليه الكونجروانس هتديوس وات، هتستنتج ايه بقى؟ هتستنتج ان الثيرد انجل هتيكوال الثيرد انجل وان الريميننج سايدز دول هيكوال الكورسبوندينج ريميننج سايدز في الايه في الترينجل الثاني. اوكي نيجي نشوف الحاله التالته. يبقى ما ننساش ان انا عندي اول تو كيسز في ريستريكشن. اول حاله عندي اللي هي سايد انجل سايد الانجل عندي لازم تكون انكلودد، والحاله الثانيه ان الانجل سايد انجل لازم يكون السايد ده ماله درون بتوين زير ايه فيرتيسيز. طيب الحاله الثالثه دي تعتبر اسهل حاله، وانا كنا يعني كنت اتمنى ان هم تبقى هي الفيرست كيز عشان دي اسهل حاله. الحاله دي بنسميها سايد سايد سايد، ان انت لو لقيت عندك تو تريانجلز اي بي سي اند دي اي اف لقيت فيهم ايه كل سايد بيكوال الكورسبوندنج بتاعه. طبعا حاله سهله جدا، هتلاقي هنا سايد بيكوال سايد وتلاقي الاذر سايد بيكوال الاذر والثيرد بيكوال الثيرد. في هذه الحاله انت على طول ممكن تاخد قرارك وتقول ان التو تراينجلز دول ار كونجروانت، وبناء عليه هيطلع ان الثري انجلز اللي هم جوه التراينجل ده هيبقوا زي الثري انجلز اللي فين اللي في التراينجل الثاني. طيب يبقى التو تراينجلز ار كونجروانت اف ايتش سايد اوف وان تراينجل از كونجروانت تو الكورسبوندينج سايد اوف ذا اذر اي تراينجل. حاله سهله جدا. طيب الفورس كيس الحاله الرابعه، الحاله دي خاصه بالايه بالرايت انجلد تريانجل. يعني لو انت عندك تو رايت انجلد، طالما هما تو رايت انجلد يبقى اوريدي في حاجه موجوده في ان عندك انجل بتيكوال انجل. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان انت لو لقيت الهايبوتنس بيكوال الهايبوتنس جاست هات كمان اذر سايد. لو لقيت اذر سايد بيكوال اذر سايد يبقى على طول التو تريانجلز دول اقدر احطهم على بعض ويحصل بينهم ايه كونجروانس. يعني الكونديشنز هنا ان انت لو عندك رايت انجل تريانجل اللي هي الار لقيت الهايبوتنس بيكوال هايبوتنس اند وان سايد، خلاص الاثنين دول ايه ار كونجروانت. طيب تعالوا نشوف مع بعضينا كيز ممكن حد يتصور ان احنا ناسينها وان هي تنفع ان هي تكون حاله من حالات الايه الكونجروانس. ايه هي الكيز دي؟ احنا كان عندنا حاله اللي هي لو لقيت الثري سايدز ار congruent للكورسبوندينج سايدز في التراينجل الثاني قلنا خلاص الايه الاثنين دول تمام يبقوا congruent. طيب افرض لقيت 3 angles في تراينجل بتيكوال 3 angles في اذر تراينجل، هل ال 3 elements دول are enough to prove congruence between these two triangles؟ هل الشروط دي هل ال 3 angles دول لو لقيتهم هنا وهنا زي بعض ورحت قاصص ده وقاصص ده هل في كل الحالات هيجوا على بعض؟ للاسف لا. هي طبعا حاله مدهشه جدا ان انت عندك
ممكن الناس كلها تتوقع ان لو انا عندي تريانجل واذر تريانجل الاثنين قد بعض في الانجلز يبقوا يجوا على بعض. لا يعني تعال بص انت هنا في الدايمنشنز مختلفه، ادي هنا انجل 30 بتيكوال 30 وانجل 70 بتيكوال 70 وادي 80 بتيكوال 80، بس بص خد بالك ده كبير وده ايه وده صغير. يبقى اللي بيحكمني في عمليه الكونجروانس بتوين التريانجلز السايدز بات نوت انجلز. يبقى تاخد بالك ان اللي بيحكمك هنا السايدز مش الانجلز. الانجلز ممكن زي ما انت شايف كده الحاله اللي قدامنا دي عندي اديك شايفها قدام عينك اهو تو تريانجلز ليهم نفس الانجلز بس الدايمنشنز ايه مختلفه. يبقى عشان كده الكيس بتاعت سايد 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 هي الكونفينسنج كيس واللي اقدر اعتمد عليها، والكيس دي ما ايه ما تنفعش. اوكي طيب ملخص كده للي احنا قلناه قبل ما نخش في الايه في الاكزامبل والاكسرسايزز. الليسون بتاعنا بيتكلم عن حالات الكونجروانس بتاعت الايه التريانجلز. يعني لو انت عندك تو تريانجلز امتى اقول ان الاثنين دول ار كونجروانت، امتى اقول ان الاثنين دول اقدر احطهم على بعض وانا مطمن ان مش هيكون في اي ايه ديفرنسز بتوينهم. عندي مجموعه اليمنتس لازم تكون موجوده في التريانجل ده والتريانجل ده ويكونوا زي بعض. قلنا ان هم 3 اليمنتس وال3 اليمنتس دول ار انف تو بروف الكونجروانس، ولكن ال3 اليمنتس دول ليهم شروط معينه وقسمناهم لاربع حالات. اول حاله انك تلاقي تو سايدز اند انجل وسمينا الحاله دي اس اي اس، وقلنا ان في قيود وريستريكشن على الانجل ووضعها ان الانجل دي لازم تكون انكلودد بتوين الايه التو سايدز. طيب الحاله الثانيه الحاله بتاعت انجل سايد انجل، انك تلاقي تو انجلز اند سايد، وبرضك هذه الحالة فيها restriction، في restriction على different element اللي هو السايد. ايه restriction اللي عندي هنا؟ restriction اللي عندي هنا ان لازم يكون هذا السايد drawn between the two vertices، لازم يكون واصل between الايه التو vertices. وجينا بعد كده وشفنا الحالة التالتة وقلنا ان هي اسهل حالة اللي هي ان يحصل توفر لايه لتساوي للثري ايه للثري سايدز. لو حصل كده يبقى بردك الاثنين دول زي بعض. واخر حاله اللي هي الحاله الخاصه بالرايت انجل تريانجل، لو لقيت هايبوتنس بي ايكوال هايبوتنس واند اذر سايد بنقول ان هم ايه كونجروانت. تمام اتمنى تكون الكيسز دي واضحه بالنسبه لك. اي غموض في الكيسز هينعكس على تطبيقك في الايه في الحل، يعني لازم تكون الصوره واضحه في دماغك، لازم تكون عارف الثري اليمنتس دول وضعهم ايه بالظبط. اوكي Let's go for some examples and some exercises. طيب نيجي نشوف example one. بيقول لي in each of the following figures show if the two triangles are congruent or not. يعني الفيجرز اللي عندك دي هتلاقي مجموعة triangles، من فضلك قول لي triangles دي متطابقين ولا لا، يعني لو قصقصتهم كده بالمقص وحطيتهم على بعض يتحطوا على بعض ويحصلش بينهم اي اختلافات ولا لا. Give reason given that the similar signs denoted denote the congruency of the elements marked by the signs. يعني هيقول لك يعني لو لقيت شرطه هنا وشرطه هنا يبقى الاثنين دول زي بعض، هنا شرطتين وشرطتين يبقى الاثنين دول زي بعض اللي هم similar signs. تمام نيجي نشوف مع بعضينا اول رسمه. عندي تو تريانجلز زي ما انت شايفهم كده اهو اي بي اي وعندك دي سي اي. ايه المعلومات اللي عندك اللي ايه اللي هو مديها لك؟ مديك الاتي، مديك سايد بي ايكوال سايد اند اذر سايد بي ايكوال اذر سايد. يبقى انت عندك تو سايدز زي بعض. بص بقى كمان انت عندك انجل بت ايكوال انجل، طبعا دول ايه دول في او اي انجلز. يبقى انا عندي دي الفيرست كيس اللي هي ايه اللي هي تو سايدز اند ان انجل، لكن الانجل دي ليها ايه ليها شرط ان هي لازم تكون انكلودد. يبقى نيجي نبص هنا هل الانجل دي انكلودد بتوين التو سايدز؟ تلاقي الاتي هي فعلا انكلودد هنا وفعلا انكلودد هنا. يبقى الثري كونديشنز دول ايه؟ فاليد ومتوفرين ومظبوطين، وبالتالي نقدر نقول في الحاله دي ان التراينجل ده از كونجروانت للايه؟ للتراينجل الثاني. ودي انهي حاله؟ اللي هي الحاله بتاعت سايد انجل سايد. اوكي نيجي للمساله الثانيه. البروبلم دي مديني بردك تو تريانجلز، مديك ايه فيهم بقى؟ بص يا سيدي مديك ان عندك الانجل دي بتيكوال الانجل دي ليه؟ عشان الاثنين 90
ومديك الانجل دي بتيكوال الانجل دي ليه، عشان في سيمبل هنا بيكوال ايه السيمبل ده. وانت عندك ان الاثنين دول في او اي، يعني انت عندك الانجل دي بتيكوال ايه، بتيكوال الانجل دي. يبقى كل المعلومات اللي عندي المتوفره هي وجود 3 انجلز هنا وهنا زي بعض. طيب ار ذيس كونديشنز انف تو بروف كونجرنسي؟ لا مش انف، لان احنا خدناها وشفناها من شويه ان انت ممكن اهي فوق اهي ان انت عندك الثري انجلز لو زي بعض ممكن يحصل اختلاف في الدايمنشنز، لازم سايد يحكمك. تمام، يبقى الشروط دي is not enough to prove الكونجرنس. يبقى الترينجل ده is not congruent للايه، للترينجل ده. يبقى الحاله دي مفيش فيها كونجرنس. طيب بروبلم 3 نيجي نبص هنا تلاقي الاتش ايه الانفورميشن اللي عندك، عندك سايد بيكوال سايد، وعندي other side بيكوال other side، يبقى عندي two sides. او عندي angle بتيكوال angle. تمام، يبقى انا عندي two side and an angle. الحالة بتاعت two side and an angle انا بعيد تاني وازيد عشان المعلومة توصل لك. ال two sides and an angle، ايه الريستريكشن اللي كانت موجودة على الانجل؟ كانت لازم تكون الانجل included between the two sides. طب نيجي نبص هنا، انت عندك هنا الانجل اهي، هل دي included between the two sides؟ عشان تبقى included لازم يكون فين؟ لازم تكون في الحتة دي. طب الناحية التانية عشان دي تبقى included لازم تكون فين؟ في الحتة دي. هديك تقول لي يا مستر ما هي اهي هي موجودة في الكورنر اللي هو اللي تحت ده، زي الكورنر اللي تحت. ايوه انا واخد بالي، بس انت هل لو قصقصت ده كده وقصقصت ده وحطيتهم على بعض هيجوا؟ لا مش هيجوا، لان الشروط اللي عندك واضحة وصريحة، لازم تكون الانجل included. طب انا يا مستر فعلا انا شايف تو سايدز وانجل، يعني فعلا زي بعض، هنا في تو سايد وانجل وهنا تو سايد وانجل. الزو ان انت شايف ان هنا في انجل وانجل ووضعها، يعني بص وضعها هو عايز يخمك جايبها لك كده ايه في نفس الحته دي عشان انت على طول ايه يضحك عليك وتقول ان هي في هنا كونجرنس. لا مفيش الكلام ده، الانجل لازم تكون هنا، وبالتالي البروبلم 3 التو ترانجلز دول ار نوت كونجرنس. طيب نيجي بروبلم 4. بروبلم 4 لما تلاقي اي رسمه عندك تحس ان هي ممكن تتطبق على سايد، اعرف على طول ان انت عندك كومون سايد. يعني انت عندك ترينجل اهو اي بي سي وعندك اي دي سي، خد بالك ده في النص، اللي في النص ده على طول بيبقى كومون سايد. الكومون سايد ده بيبقى مشترك في الترينجل ده وفي الترينجل ايه والترينجل ده. ايه الانفورميشن اللي عندي في الايه في الشكل ده؟ الانفورميشن اللي عندي ان عندي اي بي بي ايكوال اي دي، يبقى سايد بي ايكوال سايد، عندي اذر سايد بي ايكوال اذر سايد، يبقى عندي تو سايدز موجودين. تيجي تبص طب فين التالت؟ اه التالت خد بالك اللي هو الكومون ده. يبقى الكيس دي انهي كيس؟ الكيس اللي فيها سيميلاريتي لثري سايدز، وبالتالي ذير از ا كونجرنسي هير بتوين ذيس تو اي تريانجلز. والحاله دي اللي هي انهي حاله؟ الحاله بتاعت السايد سايد سايد. بروبلم 5 عندي تو تريانجلز A B C وعندي C D B D. انا قلت لك لما تلاقي ان الرسمه ممكن احتمال تتطبق اعرف ان يكون في كومون سايد. ايه الانفورميشن اللي عندي هنا؟ عندي انجل بتيكوال ايه انجل، وعندي اذر انجل بتيكوال اذر ايه انجل. يبقى دي الكيز اللي فيها تو انجلز، يبقى ناقص لي ايه؟ ناقص لي سايد. ما ينفعش تقول لي ناقص لي انجل، لان احنا قلنا 3 انجلز ار نوت انف. وبالتالي لما تلاقي تو انجلز يبقى عينك تروح تدور على سايد، ما تروحش تدور على انجل. يبقى انا لما اجي اروح ادور على سايد هنا، مين السايد اللي موجود ما بين التو ترانجلز دول؟ اه السايد الكومون ده. طيب الكيس بتاعت التو انجلز هل كان في ريستريكشن على السايد؟ هل السايد كان ليه مواصفات خاصه؟ اه كان ليه مواصفات خاصه. ايه المواصفات اللي كانت في الحاله دي؟ ان لازم يكون هذا السايد درون بتوين ذا تو فيرتيسز. طب نيجي نبص هل السايد ده واصل ما بين الانجل دي والانجل دي؟ اه بالفعل السايد اهو بيكونكت بين السي والايه والدي. يبقى في الحاله دي الكونجرنسي از فاليد، في كونجرنس بين التو ترينجلز ايه دول. والحاله بتاعتي انهي حاله؟ اللي هي انجل سايد ايه انجل. بعد ما بتثبت الكونجرنس بكتب الاسم الحاله بالايه بالسيمبلز المختصره دي. طيب نيجي نشوف بروبلم 6. انا عندي 2 ايه 2 ترانجلز اهو، عندي سايد بي ايكوال سايد واذر سايد بي ايكوال اذر سايد، وعندي انجل ايه ما بينهم. يبقى انا دي الحاله اللي هي
اللي هي بتاعت التو سايدز اند انجل. هل في ريستريكشن على الانجل؟ اه في ريستريكشن على الانجل، في محاذير عندي على الانجل، لازم الانجل يكون ليها وضع معين. وبعيد تاني وازيد في الحته دي عشان يبقى المعلومه توصل لك باستفاضه، لو ما وصلتلكش اول مره توصل لك المره دي، اللي هي ايه؟ ان لازم تكون الانجل موجوده بتوين التو سايدز. يعني انت لما تيجي تبص على الترينجل ده، هل الانجل دي بتوين التو سايدز اللي عندك؟ لا، التو سايدز اللي عندي، عندي دي اي وعندي دي اف، يبقى لازم تكون الانجل في الحته دي. هو هنا اوريدي موجوده صح، يعني عشان اثبت الكونجرونس لازم تكون دي زيها هنا، لكن انت لاقي دي هنا ودي هنا، يبقى بالرغم ان انا عندي انجل بتيكوال انجل، لان مفيش اي كونجرونس بين الايه التو ترينجلز دول. اكزامبل 2 ان ذا اوبوزيت فيجر، مديني ان البي دي بيكوال الدي سي، ومديني ان الانجل اي دي بي بتيكوال الانجل اي دي سي. بيسالني سؤال بيقول لي ايز الترينجل اي بي دي از كونجرونت تو ترينجل اي سي دي، هل الاثنين دول كونجرونت؟ يعني ينفع تحطهم على بعض لو اتطبقوا يتحطوا على بعض؟ ويسألك سؤال بعد كده بيقول لك زين اكسبلين هواي الاي دي راي بايسكتس انجل ايه. طيب يبقى انا علشان اقول ان هم كونجرنت ولا لا، اجي ابص على الكونديشن. نيجي نشوف ايه الكونديشنز اللي عندي. في عندي سايد وسايد، وفي عندي انجل وانجل. في حاجه تانية انفورميشن موجوده؟ اه في انفورميشن مخفيه شويه. زي ما قلت لك لما تلاقي عندك في سيميلاريتي، يعني فيها جزء شكله عامل زي التاني، تشك على طول ان في كومون سايد. اول حاجه تيجي في دماغك الكومون سايد، لما تيجي تبص تلاقي ان الشكلين دول شكل بعض، يبقى بص على السايد اللي في النص هتلاقيه كومون. يبقى انا عندي تو سايدز اند ان انجل. طب نيجي نبص هل الانجل انكلودد؟ اه بالفعل الانجل ان بتوين التو سايدز، يبقى ايه؟ يبقى انكلودد. يبقى فعلا الاي بي دي از كونجرونت للايه؟ للاي سي دي. نكتبها ازاي؟ لازم تكتب التو ترينجلز اللي انت شغال عليهم. يبقى هنقول ان في الترينجل ABD and الترينجل ACD مالهم؟ في الترينجلز دول مالهم؟ انت شايف ايه؟ اه انت شايف ايه دي؟ يبقى نكتب since ايه بقى؟ since ان ال BD بيكوال ال ايه؟ ال CD. ايه كمان؟ since ان ال measure of angle A D B بتيكوال الميجر اوف انجل A D C اللي هي دي ودي. ايه كمان شايف؟ ايه كمان شايف؟ ان ال A D is common، يبقى ال A D is common. يبقى انا كده سردت وقلت الثلاث شروط اللي هم enough ان انا اثبت بعديهم ان التو ترينجلز دول ار congruent. طالما قلتهم كده يبقى اقول هنا زين ايه بقى؟ ال ABD الترينجل ABD is congruent للترينجل ACD. واكتب بقى هنا كده، نعمل كده سهم كده وتكتب الكيز. الكيز دي انت خدت قرارك بناء على ايه؟ الكونجرونس ده خدته بناء على ايه؟ بناء ان انا لقيت سايد وانجل وايه وسايد مشتركين بتوين الايه؟ التو ترينجلز دول. تمام؟ طيب يبقى احنا خلاص ثبتنا ان ده وده الاثنين كونجرونت، في كونجرونسي بتوين الايه؟ التو ترينجلز دول. طيب بيقول لك زين اكسبلين هواي اي دي بايسكتس انجل ايه. يعني ايه الاي دي بايسكتس انجل ايه؟ يعني الانجل دي كده بتيكوال ايه؟ الانجل دي. طيب مش انت عندك حصل كونجرونس بتوين الترينجلز دول؟ حصل. طب ايه الامبليكيشنز اللي حصلت على عمليه الكونجرونسي دي؟ ايه اللي ترتب على عمليه الكونجرونس؟ اللي ترتب على عمليه الكونجرونس ان انا هقول ان الانجل دي هتيكوال الانجل دي، وان الانجل دي هتيكوال الانجل دي، وان السايد الاخير هيكوال السايد الايه؟ الاخير. يعني انت لما تلاقي 3 اليمنتس يبقى ال 3 اليمنتس الايه؟ الباقيين بردك هي ايه؟ هيبقوا كونجرونت الايه؟ لبعضيهم. يبقى زين اكسبلين هواي اي دي راي بايسكتس انجل ايه؟ هنقول ان سينس ان الانجل بي اي دي الميجر اوف انجل بي اي دي بيكوال الميجر بتاع الايه؟ بتاع الانجل سي اي دي، يبقى زين الاي دي راي
بايسكتس الايه انجل ايه. اوكي طيب نيجي على الاكزامبل اللي بعد كده. بيقول لي ان the opposite figure زي ما انت شايف كده الفيجر ده مديك هنا ال AD بي ايكوال ال DC وال CB بي ايكوال ال A ال AB. خد بالك زي ما قلت لك تلاحظ لما يكون في شكل ينفع تطبقه كده تشك على طول وخد بالك ان في كومون ايه كومون سايد. واضح ان الكومون سايد بين التو ترينجلز دول ايه هو ده. يبقى انا كده بعينينا على طول لاحظنا ان الترينجل ده كونجرت للترينجل ده اني كيز الكيز اللي فيها ال 3 سايدز. لقيت ال 3 سايدز هنا قد ال 3 سايدز هنا. طيب هو طالب ايه؟ بيقول لك find the measure of ADC عايز ال ADC with showing the steps of the solution. يعني عايزك تكتب ال steps بتاعت ال A بتاعت ال solution. طيب مبدئيا عشان نكتب ال steps احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين ال angle دي كلها. طب الانجل دي كلها هتيجي ازاي؟ حل المساله بعينيك الاول. انت عندك اي تراينجل تلاقي فيه تو انجلز روح على طول هات التالته. انا عندي هنا تو انجلز هم عندي هنا 80 وعندي 40 يبقى 120 وهو كله 180 يبقى دي لوحدها كام؟ 180 ماينس 120 يديني ايه؟ يديني 60. يبقى انا على طول جبت بعيني دي ايه؟ 60. وفي كونجرونسي بتوين الايه تو تراينجلز يبقى الانجل دي هتيكوال ايه؟ الانجل دي. وطالما دي هتيكوال دي ودي 60 ودي 60 يبقى كله ايه؟ 120. يبقى انت بعينك الاول بتحل الايه بتحل المساله وبعد كده تبتدي ايه تنظم حلك وتنظم ترتيب افكارك عشان تعرف هتكتبها ازاي. يبقى اول حاجه انا هنجيب الايه الانجل الميسنج دي عشان لما اثبت ان الاثنين دول في كونجرس ما بينهم يحصل تبادل للانفورميشن يحصل اكستشينج للانفورميشن بين الترينجل ده والترينجل ده. لما يحصل اكستشينج الانفورميشن يحصل ايه؟ تلاقي ان الانجل اي تي دي اصبحت هت ايكوال سي. يعني دي هت ايكوال دي ودي هت ايكوال ايه هت ايكوال دي. يبقى هنجيب دي الاول وبعد كده من الكونجرونسي نقول ان دي زيها يبقى دي كلها 120. تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. طيب انت اول حاجه هتجيب الانجل اي دي بي. طيب انا عشان اجيب الاي دي بي هشتغل على التراينجل هشتغل على التراينجل اي دي بي. يبقى اول حاجه لازم احدد الترينجل يبقى ان ترينجل اي دي بي. الترينجل ده ماله؟ الترينجل ده ماله؟ خد بالك احنا عايزين نقول ان ال 3 انجلز دول ايكوال 180 وان دي لوحدها بتيكوال 180 ماينس البلس بتاع دول. يبقى هنقول سينس الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل D plus the measure of angle B equal كام 180 degrees. يبقى انت عندك التريانجل اي تريانجل عندك لازم ال 3 angles بتوع 180. ايه كمان؟ since ان عندي الانجل دي والانجل دي الاثنين equal 120 يبقى the measure of angle A plus the measure of angle B هت equal 80 plus 40 هت equal 120 degree. يبقى then الانجل اللي انا بدور عليها الميجر اوف انجل دي هت equal 180 minus 120 which is 60 degree. خد بالك بقى الجزئية دي كلها كده دي كلها كده دي تحفظها. احفظها ليه؟ لان انت اي تريانجل موجود فيه تو انجلز وعايز تجيب الثالثه هتكتب الاربع خطوات دول. يبقى دول تحفظهم. اول حاجه تحدد التريانجل، ثاني حاجه تقول ان الانجلز كلهم بيكوال 180، بعد كده تختار التو انجلز اللي هو مديك قيمتهم وتعمل لهم بلس وتشوف كام، بعد كده تجيب الانجل الايه الميسنج اللي هي الثيرد انجل. يبقى الحته دي كده اسطمبه. كل لما تخش تلاقي مساله فيها الحته دي ومحتاجات تجيب الثالثه تقوم تستدعي الجزئيه دي كده وتقوم كاتبها فين وتكتبها في الايه في المساله بتاعتك. يبقى الفور ستيبس دول او الثري ستيبس دول كومون في اني بروبلم هتحتاج تجيب فيها الميسنج انجل جوه الايه الترينجل. اوكي يبقى انا جبت خلاص الانجل دي. بعد ما جبت الانجل دي عايزين نقول بقى ان التو ترينجلز دول كونجرونت. يبقى اللي هنكتبه ده برضك انت هتكتب زيه في اي مساله.
محتاج تثبت ان التو ترينجلز ار ايه ار كونجرنت. نعمل ايه؟ اول حاجه تحدد التو ترينجلز، يبقى نقول ان تريانجل اي دي بي اند تريانجل سي دي بي. اول حاجه عملنا ايه؟ حددنا التو ترينجلز. يبقى انت كده بتقول للمستر اللي انت بتكتب له انا دلوقتي هشتغل على التو ترينجلز دول. مالهم بقى التو ترينجلز دول؟ كلمه مالهم دي او انت شايف ايه يعني سنس. مالهم انت شايف ايه فيهم؟ شايف ان الاي بي ايكوال ايه؟ السي بي. يبقى انا عندي اول حاجه اي بي ايكوال السي بي. شايف ايه كمان؟ شايف ان الاي دي بي ايكوال السي دي، يبقى الاي دي ايكوال سي دي. ايه كمان شايفه؟ شايف ان الدي بي كومون، يبقى الدي بي از كومون. يبقى انا كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا لقيت 3 سايدز في الترينجل ده، والترينجل ده زي بعض. طالما لقيت 3 سايدز هنا وهنا زي بعض، يبقى من حقك تقول زين الترينجل اي دي بي از كونجروانت للترينجل ايه اللي هو سي دي بي. بعد ما اكتب دي ما تنساش تعمل سهم كده وتكتب الكيز. الكيز دي اللي هي انهي؟ اللي هي سايد سايد سايد. يبقى انا كده ثبتت ان الايه؟ ان التو تراينجلز دول ار كونجروانت. لازم بقى الحته اللي بعد كده برضك هتكتبها دائما وابدا، اللي هي وي ديديوس فروم ذيس كونجروانس ذات. تبتدي بقى تكتب الحاجه اللي انت هتحصل عليها مكافاه ليك ان انت ثبت ان في congruency between these ايه two triangles. هنستنتج ايه من الcongruence؟ هنستنتج ان c بتيكوال ال a، وان الانجل دي هتيكوال دي والانجل دي هتيكوال دي. يعني الcongruence بعد ما بتثبته بيسمح لك ان انت تعمل exchange للinformation، اقدر اعمل تبادل للمعلومات between ال two triangles دول. يعني الترينجل اللي فيه معلومة ممكن ينقل هذه المعلومة للترينجل اللي قدامه. تمام؟ يبقى بستفاد من الكونجروانس ان انا بعمل اكستشينج الانفورميشنز بتوين الايه؟ التو ترينجل. طب انا يهمني هنا مين؟ انا يهمني دي. يبقى انا عارف ان دي جبناها بكام؟ بسكستي. يبقى هقول we deduce from congruence that ان الانجل سي دي بي، الميجر اوف الانجل سي دي بي بتيكوال الميجر بتاعت الانجل اللي هي اي دي بي، اللي هي هتيكوال كام؟ اللي هي هتيكوال 60 degrees. يبقى انا عندي التو انجلز بتاعتي اللي هي دي ودي، انا كده كشفتهم. يبقى الانجل بتاعتي كلها اللي هي اللي احنا محتاجينها، زين الميجر اوف انجل اي دي سي هتيكوال ايه؟ هتيكوال 60 بلس ال 60 which is 120 degrees اللي هي ال A D C. خد بالك بقى وانت بتعمل البروف وانت بتكتب الستبس، الستبس دي كلها كده، المجموعة دي كده. الحتة دي انت هتكتبها في اي مسألة هتشتغل فيها. مجموعة الخطوات دي مشتركة معاك في جميع المسائل اللي انت بتعمل فيها عملية بروف للايه؟ للكونجروانس. يبقى لازم تحفظ مجموعة الخطوات دي وتشوف هتكتبها ازاي. يبقى اول حاجة بتحدد التو تريانجلز، تكتب الشروط، بعد كده تقول ان هما كونجروانت، وتكتب الايه؟ الحالة. وبعد كده تكتب السطر ده تقول كده we deduce from this congruence that، وتكتب بقى النتائج او الايه الحاجات اللي انت عايزها هتطلع لك تباعا. ليه؟ لان حصل اكستشينج للانفورميشن بين الايه الترينجلز. نيجي نشوف another example. In each of the following figures find the required under each figure. في حاجات تحت الفيجر يقول لك هاتها لي. طيب هو عايز هنا الميجر اوف انجل دي، اللي عايز الميجر اوف انجل ايه دي. بيقول لك ان في انترسكشن بين الاي بي والسي دي في البوينت ام، يبقى واضح ان كده عندي في او اي، يبقى الانجل دي برضك ايكوال كام؟ ايكوال 30. طيب خد بالك الانجل دي كلها ايكوال 125. طيب نيجي نبص التو ترينجلز دول ار زي كونجروانت؟
نيجي نبص هتلاقي عندك السايد ده بيكوال السايد ده، والسايد ده بيكوال السايد ده، والانجل بتكوال الانجل. تسال نفسك سؤال، الانجل انكلودد؟ تلاقي فعلا الانجل انكلودد، يبقى في كونجرونسي بتوين التو تراينجلز دول. طيب هستفاد ايه من الكونجرونسي دي؟ هستفاد ان يحصل اكستشينج للانفورميشن بتوين التراينجل ده والتراينجل ده، يعني كل المعلومات الاضافيه اللي في التراينجل ده تروح لك على طول في الناحيه الثانيه. يعني دي كده 125 يبقى هتلاقي دي 125، يبقى لما تكون دي 30 ودي 125 يبقى الاثنين كام؟ 155. يبقى اللي باقيه دي 180 minus 155 اللي هتبقى 28، هتبقى 25. اوكي نيجي اللي بعد كده، هو هنا عايز الميجر اوف انجل دي وعايز بي اي سي. طيب نيجي نبص، انت عندك تو تراينجلز اللي فيهم سايد بيكوال سايد واذر سايد بيكوال اذر سايد، وما تنساش ان في واحد ايه كومون. يبقى انا عندي الكيس ديت اللي هي 3 سايدز، عندي 3 سايدز هنا زي بعض هنا وهنا، يبقى التو تراينجلز دول ار ايه؟ ار كونجرونت. استفدنا ايه من الموضوع ده؟ استفدنا ان انت ممكن تعمل اكستشينج الانفورميشن، تقدر تعمل تبادل للمعلومات، اللي موجود هنا يروح هنا واللي هنا يروح هنا. يعني دي كده 80 يبقى دي بردك عندي هنا ايه؟ يبقى دي بردك 80، دي هنا 30 يبقى دي هنا ايه؟ 30. اوكي يبقى الميجر اوف انجل دي هتيكوال 30 ديجريز، والميجر اوف بي اي سي ايكوال ايه؟ ايكوال 80. طب نيجي نشوف هنا، دي حاله في عندي رايت انجل تراينجل، في عندي هنا انجل 90 وانجل 90، والهايبوتنس عندي از ايه؟ از كومون، وعندي اذر سايد. يبقى احنا كده استوفينا الثلاث شروط بتاعت الكيس 4 اللي هي عندي رايت انجل، عندي هايبوتنس، عندي اذر ايه؟ اذر سايد. استفدنا ايه من عمليه الكونجرونسي دي؟ ان انا اقدر انقل المعلومات بتوين التو تراينجلز، يعني المعلومه اللي موجوده هنا ممكن تروح لك الناحيه الثانيه. يبقى دي 40 يبقى دي بردك ايه؟ دي 40. اوكي وعايز اكس ال واي، عايز اكس ال واي دي عايز اكس ال واي، وعايز اكس ال واي طبعا دي مباشره، هو اصلا يعني ما كناش محتاجين اصلا عمليه الكونجرنس في حاجه. واضح ان انا في غلطه، واضح ان دي واضح ان دي واي ال زد، لان دي اوريدي انت هتجيبها دي 90 ودي 40 يبقى 130، يبقى دي على طول ايه؟ دي 50، مش محتاجين الثاني في حاجه. يبقى واضح ان هو يقصد الايه؟ الانجل دي اللي هي برده هتبقى اوريدي ايه؟ هتبقى اوريدي 50. طيب نيجي الاكسرسايز، مهم جدا الاكسرسايز ده، في ميني ديفرنت كيسز، مديك اشكال كتير جدا. الاشكال الكتير دي انت هتبتدي تحاول تاكد على المعلومه بتاعتك بدراسه كل شكل، كل اكسرسايز من دول هتدرسه وتشوف هل هي فعلا دي كيس من الكيسز اللي عندنا ولا ايه ولا لا. Need to use the following figures show if the two triangles are congruent or not. If they are congruent, name the case. اكتب الكيس بتاعت الكونجرونس. If they are not, give a reason. قول ليه هم مش ايه؟ مش congruent. طيب نيجي نشوف اول مسألة. على قد ما هي سهلة ومجموعة رسومات بسيطة وسهلة، لكن بتأكد جدا جدا على فهمك للدرس. طيب نيجي نبص هنا. Two triangles عندي هم. بتلاقي side بيكوال side واذر side بيكوال اذر side وانجل. طيب هرجع اقول لك تاني، في الكيس دي تاخد بالك وتسال نفسك سؤال، الانجل دي انكلودد ولا نوت انكلودد؟ بص هنا الانجل ايه؟ انكلودد. يبقى الترينجل ده والترينجل ده ار ايه؟ ار كونجرونت. والحاله دي نكتب تحتها ايه؟ انهي حاله؟ اللي هي سايد انجل ايه؟ سايد. طيب نيجي بعد كده نشوف الحاله دي. الحاله دي عندك سايد بيكوال سايد وسايد بيكوال سايد، يبقى عندي تو سايدز، يبقى انا هدور على مين؟ الحاله يا اما انجل يا اما اذر سايد، مفيش عندي انجلز هنا خالص، لكن في عندك سايد كومون. يبقى انا عندي 3 سايدز هنا زي ال 3 سايدز هنا، يبقى الحاله دي فعلا في كونجرونسي هير، والحاله دي انهي اللي هي سايد ايه؟ سايد. طيب نيجي بعد كده للرسمه ديت، انت عندك سايد بيكوال ايه؟ سايد، وعندك انذر سايد بيكوال اذر سايد، وعندك انجل بتيكوال انجل، يبقى عندي تو سايدز اند ان انجل. طيب الانجل انكلودد، فعلا الانجل انكلودد، وبالتالي في كونجرونسي هير، والحاله دي اللي هي ايه؟ سايد انجل ايه؟ سايد. نيجي نشوف اللي بعد كده. الحاله دي عندي ادي سايد وادي سايد، اتنينهم زي بعض، وعندي كمان سايد تاني، وعندي ده ايه؟ وده كومون، يبقى واضح ان هي الحاله بتاعت سايد ايه؟ سايد ايه؟ سايد. طب نيجي نشوف هنا، عندي سايد بيكوال سايد، وعندي السايد ده از كومون،
وعندي الانجل دي. طب اسال نفسي الانجل دي انكلودد بتوين التو سايدز؟ فعلا الانجل اهي ما بين السايد ده والسايد ده في الترينجل ده. تيجي تبص على الترينجل التاني تلاقي فعلا بردك الانجل بتوين السايد ده والايه والسايد ده، يبقى في كونجرونسي هير بتوين ذيس تو ترينجلز. ودي انهي حاله؟ دي الحاله بتاعت السايد انجل سايد. نيجي نشوف هنا. طيب انا عندي هنا سايد وسايد، وعندي انجل بتيكوال انجل، واذر انجل بتيكوال الاذر ايه انجل. يبقى انا عندي تو انجلز اند وان سايد. في الحاله بتاعت التو انجلز اند وان سايد ايه الريستريكشن اللي كانت عندك؟ الريستريكشن اللي كانت عندك ان لازم يكون في التو تراينجلز، مش واحد بس، لازم يكون في التو تراينجلز السايد ده ماله درون بتوين ذا تو فيرتيسز. لازم يكون السايد ده واصل لك ما بين التو انجلز. طب نيجي نبص في التراينجل ده السي دي اف. التراينجل ده دي انجل وانجل، السايد واصل ولا مش واصل؟ اه بالفعل السايد اهو موصل الانجل دي بالانجل التاني. طب نيجي نبص بقى للتراينجل التاني نلاقي ايه؟ اه لا ده السايد بعيد خالص، السايد ما بيوصلش بتوين التو ايه التو انجلز. يبقى عشان يكون موصل بتوين التو انجلز يكون هو ايه ايه سي. وبالتالي حصل اختلال في الكونديشنز في فين بتوين التو تراينجلز دول. في الرسمه دي الشروط مختله مش متحققه، وطالما مش متحققه يبقى مفيش كونجرونسي هير، يبقى ما اقدرش اقول ان الحاله دي اللي هي بتاعت ايه انجل سايد انجل. نيجي نشوف اللي بعد كده البروبلم 7 ديت. عندي رايت انجلز، ادي عندي الرايت بتيكوال الرايت، تمام طبعا طبيعي. هتلاقي ان الهايبوتنس عندك از ايه از كومون، يبقى الار موجوده والهايبوتنس از كومون. وعندي اذر سايد يبقى دي الكيس 4، يبقى في كونجرونسي هير، يبقى اللي هي الايه الار اتش ايه ار اتش اس كيس. طب نيجي نشوف هنا عندي ايه؟ عندي الرايت انجل بتيكوال الرايت انجل، والهايبوتنس اهو بيكوال الهايبوتنس اهو. طب انا بدور على سايد، هل في سايد هنا وهنا مشترك؟ اه في اللي هو السايد ده، السايد ده از كومون، وبالتالي يبقى دي ار اتش اس، يبقى في كونجرونسي هير بتوين التو ترينجلز دول. يعني تقطعهم كده بالمقص تحطهم على بعض يجوا على بعض زي الفل. طيب نيجي هنا للايه للتو ترينجلز دول، تبص فيهم تلاقي ايه؟ تلاقي انجل، تلاقي سايد بيكوال ايه سايد، وتلاقي انجل بتيكوال انجل. في عندك اي انفورميشن؟ اه في عندي في او اي هنا، في عندي الانجل دي والانجل دي زي بعض. اه يبقى الكيس دي يبقى انا عندي تو انجل اند وان سايد. طب نيجي نشوف التو انجل اند وان سايد هنا السايد ماله؟ فعلا واصل بالتو انجلز، ممتاز، يبقى الشرط بيتحقق هنا. طب نيجي نشوف هنا التو انجلز هم، هل السايد واصل ما بين التو انجلز؟ لا مش واصل، بعيد عنهم، وبالتالي ما فيش اي كونجرونسي هير. ليه؟ حصل اختلال للشرط في الترينجل ده، لكن هو متحقق في الترينجل ده. الشرط هنا متحقق اللي هو ايه؟ ان السايد عندك درون بتوين التو فيرتسيز. متحقق هنا؟ لا مختل، يبقى سوري ما ينفعش، ما فيش كونجرونسي في الحته دي. طيب نيجي نشوف البروبلم دي. عندك انجل بتيكوال انجل، وعندك هنا في او اي، وعندك سايد بيكوال سايد، يبقى دي الحاله بتاعت التو انجلز اند وان سايد زي هنا بالظبط. طب نيجي نشوف السايد هنا درون بتوين تو فيرتسيز في الترينجل ده، اه فعلا موجود هنا بتوين التو فيرتسيز. طب نيجي نبص هنا، هل السايد درون بتوين التو فيرتسيز؟ اه فعلا موجود. اه يبقى الشروط انا متحقق، يبقى هنا الترينجل ده از كونجرونت للترينجل ده، والكيس دي انهي اللي هي انجل سايد ايه انجل. اوكي طيب بعد كده بروبلم 11. هنا عندي رايت انجل بتيكوال رايت انجل، الهايبوتنس عندي از كومون، وعندي هنا سايد بيكوال ايه بيكوال سايد، يبقى واضح ان هي الار اتش ايه ار اتش اس. طيب نيجي هنا عندك تو تراينجلز، عندك انجل بتيكوال انجل، واذر انجل بتيكوال اذر انجل، وعندك سايد بيكوال سايد، يبقى دي الكيس اللي هي زي الكيس دي تو انجل اند وان سايد. هل السايد ده واصل بتوين التو انجلز؟ نيجي نشوف ده الانجل اهي والانجل اهي، ده بعيد خالص، ده المفروض يكون ده. طب ونيجي هنا الانجل اهي والانجل اهي، ملهوش اي علاقه بيهم خالص، يبقى واضح ان ده ايه مفيش اي كونجرونسي ايه هير. نيجي نشوف بروبلم 13. عندي التو ترينجلز دول، عندي رايت ايكوال رايت، وعندي انجل ايكوال انجل، وعندي في او اي. يعني انت عندك 3 انجلز ايكوال 3 انجلز. قلنا ان الكونديشنز ديت ار نوت انف ان انت تلاقي 3 انجلز، ودي مسليدنج شويه، ممكن تخدعك، ممكن تحس ان هم زي بعض. لا للاسف الشديد جدا ال 3 انجلز ما بيحققوش الشروط، وبالتالي مفيش كونجرونسي هير. طيب بروبلم 14، عندي السايد ده بيكوال السايد ده، وعندي ده از ايه از كومون. يبقى كل الانفورميشن اللي عندك ان انت عندك سايد وسايد
زي بعض وسايد تاني، يعني هما تو سايدز بس. طب في عندك انجلز مديها لك؟ مفيش. في عندي اذر انجل مديهولي؟ مفيش. هل قال لي ان ده باريلوجرام وممكن اقول لك ان ده ايكوال ده؟ ما قاليش. يبقى جاست وي هاف جاست تو كونديشنز هير. طبعا تو اليمنتس ار نوت اناف تو بروف الكونجرونسي بتوين ايه تو اني تو تريانجلز، وبالتالي الشروط مش كافيه هنا ان نحكم على عمليه الكونجرونس. اوكي نيجي نشوف اللي بعديها. جايب لك تريانجل في الشرق وتريانجل في الغرب، تيجي تبص على الحاجات الكومون اللي ما بينهم تلاقي ان انت عندك سايد بيكوال سايد واذر سايد بيكوال اذر سايد وانجل بتيكوال انجل. يبقى انا عندي تو سايد اند ان انجل. الكيس دي اللي هي كيس 1 في ريستريكشن عندك؟ في ريستريكشن. خد بالك من وضع الانجل. نيجي نبص على وضع الانجل، نلاقيها هنا انكلودد بتوين التو سايدز ونلاقيها هنا انكلودد بتوين التو سايدز، يبقى تمام الشروط متحققه. هنا الشروط مظبوطه، هنا الشروط مظبوطه، يبقى عندي كونجرونسي هير بتوين التو تريانجلز. اني حاله سايد انجل ايه؟ سايد. بروبلم اللي بعد كده بروبلم 16 تو تريانجلز. خد بالك ما تجيش بقى تعوج دماغك وتبص لي على ده من الجنب وتبص على ده، لا مفيش الكلام ده، يعني بلاش تعملوا الحركات دي. انت عندك ادي سايد بيكوال سايد وادي اذر سايد بيكوال اذر سايد والسيرد بيكوال السيرد. خلاص دي اني كيز اللي هي سايد سايد ايه سايد اللي هي اسهل حاله. لقيت الثري سايدز بيكوال الثري سايدز، يبقى في كونجرونس هير بتوين الايه التو تريانجلز دول. يعني بالرغم من ان شكلهم غريب كده وده محطوط كده وده محطوط كده، لكن لو جيت بمقص كده قصيت ده كده وقصيت ده كده وجيت تظبطهم كده وتحطهم على بعض هتلاقيهم يجوا على بعض ايه بالظبط. طيب بروبلم 17 عندي هنا سايد بي ايكوال سايد وسايد بي ايكوال سايد وانجل بت ايكوال انجل. خد بالك من الاشكال اللذيذه جدا واللي بتلخبط. ليه؟ ان هو جايب لك الانجل في حته هنا وهنا زي بعضيها، يعني انت لما تيجي تبص ده هنا شكلها وهنا شكلها الاثنين تحت في الكورنر يمين، فتلاقي نفسك انت تلقائيا كده قلت ان في كونجرونس هير، ودي طبعا غلط. ليه؟ لان انا عندي التو سايدز في بقولها مره ال 20 في محاذير على الانجل اللي لازم تكون ان بتوين، يبقى لازم تكون دي هي اللي بتيكوال دي. يعني بالرغم من ان وضعهم كده تحس ان هو في تطابق، لكن للاسف لا يوجد تطابق بين الاثنين دول. ليه؟ عشان لازم تكون السي هي اللي بتيكوال الدي. طب نيجي هنا عندي انجل، عندي الهايبوتنس اهو بيكوال الهايبوتنس وعندي اذر سايد في رايت انجل، يبقى طبعا ار اتش اس كيس، يبقى هنا في كونجرونسي هير. طيب نيجي اللي بعد كده، عندي السايد ده بيكوال السايد ده والسايد ده بيكوال السايد ده والسايد ده بيكوال السايد ده، يبقى عندي اس اس اس، عندي وي هاف هير 3 سايدز ار ايكوال، يبقى في عندي كونجرونسي هير. طب نيجي نشوف هنا سايد بيكوال سايد وسايد بيكوال سايد وانجل، يبقى تو سايدز اند ان انجل. نشوف الشروط بتاعت الانجل في هذه الحاله. نيجي نبص للتراينجل ده نلاقي الانجل انكلودد، ممتاز الشرط متحقق. نيجي نبص للتراينجل ده هل الانجل انكلودد بتوين التو سايدز؟ للاسف مش انكلودد، يبقى الشرط هنا مش متحقق، يبقى التو تراينجلز دول ار نوت كونجروينت. طب نيجي نبص هنا السايد ده بيكوال السايد ده والسايد ده بيكوال السايد ايه ده، وعندي انجل وانجل، نسال نفسنا الانجل انكلودد؟ نيجي نبص على الترانجل ده، فعلا الانجل هنا بتوين ده وده انكلودد. طب نيجي هنا الانجل فعلا بتوين ده وده انكلودد، يبقى في كونجرونسي هير. اني كيز سايد انجل ايه سايد انجل سايد. اللي بعد كده نيجي نبص هنا نلاقي انجل بتيكوال انجل وانجل بتيكوال انجل، وعندي السايد من هنا لهنا بيكوال السايد من هنا لهنا، يبقى تو انجلز اند وان سايد. نسال نفسنا سؤال، ايه الريستريكشن عندي هنا؟ الريستريكشن عندي في الحاله دي ان لازم يكون السايد درون فروم ذيس فيرتكس تو ذيس فيرتكس، لازم يكون واصل بين التو فيرتسيز. نبص على الترينجل ده، واصل ولا مش واصل؟ فعلا السي بي واصل ما بين الايه الانجل دي والانجل دي، يبقى الكونديشن هنا بتحقق. طب نيجي هنا الاكس واي، واصل بين الانجل دي والانجل دي، يبقى الكونديشن بتحقق، يبقى فعلا الكونجرونسي هنا موجوده. ودي انهي كيس؟ دي اللي هي انجل سايد ايه انجل. نيجي نشوفها، عندي سايد، عندي كومون سايد، عندي انجل بس الانجل جايبها لي بره. طب خد بالك الانجل دي لما تكون بره انت عندك دي كلها ستريت انجل، وطالما دي ستريت انجل ودي اذر ستريت انجل ودي ايكوال دي، يبقى اكيد دي ايكوال ايه دي ايكوال دي. يبقى انا عندي سايد وسايد وعندي كومون وايه وعندي انجل ان بتوين التو سايدز هنا وهنا، يبقى في كونجرونسي هير، يبقى دي اني واحده دي سايد انجل ايه سايد. نيجي هنا
and your hypotenuse بي ايكوال هايبوتنس والسايد بي ايكوال سايد، خلاص يبقى ار اتش اس على طول. طيب نيجي الحاله دي انجل بتيكوال انجل، وانجل بتيكوال ايه انجل، وده كومون سايد، يبقى انا عندي تو انجلز اند سايد. هل السايد في التراينجل ده والتراينجل ده بيكونكتس بتوين التو انجلز؟ نيجي نشوف في التراينجل ده، ادي الانجل والانجل اهي، السايد واصل ما بينهم، واصل، يبقى هنا متحقق الكونديشن مظبوط. نيجي نبص هنا، ادي الانجل اهي والانجل اهي، السايد واصل ما بينهم، واصل، يبقى هنا متحقق ايه مظبوط، وبالتالي في كونجرونسي بتوين الايه التو تراينجلز دول. يبقى دي انهي حاله؟ دي اللي هي انجل سايد ايه انجل. طيب نيجي نبص هنا، ايه المعلومات اللي عندي بتوين التو تراينجلز دول؟ عندي السي دي والاي بي، سايد بي ايكوال سايد، واذر سايد بي ايكوال اذر سايد، عندي تو سايدز. طيب في اي انفورميشن عندك ظاهره ثانيه؟ مفيش، لا مديك انجلز ولا مديك السايد ده بي ايكوال السايد ده، جاست بس ايه تو سايدز. يبقى انا تو سايدز ار نوت انف تو بروف الكونجرنسي، ما اقدرش احكم على الكونجرنسي من جاست تو اليمنتس بس، محتاج اليمنت ثاني ووضع معين لو في شروط زي الحالتين دول، وبالتالي هنا مفيش كونجرونسي في الايه في الحاله دي. نيجي نشوف مع بعضينا كم مساله كده نختم بيهم الليسون عشان تتدرب وتعرف ازاي تكتب البروف اللي فيه تو تراينجلز ايه كونجرونت. طيب البروبلم اللي قدامي دي بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر، مديني السي عندي في الميد بوينت، طالما اداني في الميد بوينت يبقى ده بيكوال ده، ومديني الاي سي بربنديكولار للاي للبي دي، يعني ده دي 90 ودي ايه 90، ومديني الميجر بتاع ده 5، ومديني الانجل دي 57. طالب مين؟ طالب اللينس بتاع الاي دي، عايز ده كام، وعايز الميجر بتاع الدي اي سي، الدي اي سي عايز دي هتيكوال ايه. طيب خد بالك المساله في الاول حلها بعينك، يعني الاول المساله تحلها بعينك قبل ما تشوف هتعمل ايه. انا عشان اجيب الاي دي ما قداميش غير ان انا اثبت ان التو تراينجلز دول ار كونجرونت، وبالتالي تتنقل المعلومات، يحصل شيرنج للانفورميشن بتوين الايه التو تراينجلز، اقدر انقل المعلومه من التراينجل ده للتراينجل ده، بترسم لنفسك الطريق اللي هتمشي عليه. يبقى انا لو ثبت ان هم كونجرونت تتنقل المعلومه من هنا لايه لهنا. ايه تاني تتنقل؟ انا عندي دي 57 يبقى دي برضك 57، عندي دي 90 يبقى اقدر اجيب اللي عندي الانترنال انجلز كلهم 180، وعندي اتنين اجيب الايه التالت. يبقى انا اول هدف ليا اثبت ان التو تراينجلز دول مالهم ار كونجرونت. نكتبها ازاي؟ احنا قلنا من شويه ان الخطوات دي هتبقى محفوظه وتحفظها عشان هتستعملها في كل مساله. اول حاجه عشان اثبت ان التو تراينجلز دول ار كونجرونت، اول حاجه نكتب التو تراينجلز، يبقى ان تراينجل مين ومين؟ ACB ACB and تراينجل ACD. دايما تحاول تخلي يكون في similarity، في correspondency between the vertices، يعني لما نقول ACD ما تجيش الناحية التانية تقول لي ADC، لا قول لي ACB، بحيث يبقى ايه اكنك في كورسبوندنسي بتوين الايه الفيرتسيز وبعضها. طيب مالهم التو تراينجلز دول؟ احنا خلاص دايما في اول البروف واحنا بنثبت ان هم في كونجرس بينهم لازم احدد التو تراينجلز. بعد كده عايز تقول ايه؟ عايزين نقول بقى فيهم ايه بقى؟ انا شايف ايه ما بينهم؟ ايه الشروط اللي موجوده؟ في الحاله دي نقول سنس وتسرد الثري اليمنتس، انت محتاج ثري اليمنتس بتوع الكونجرونس، هنكتبهم. شايف عندك ايه؟ شايف عندي ان في الانجل دي 90، يبقى انا عندي الميجر اوف انجل اي سي بي بتيكوال الميجر اوف انجل اي سي دي بتيكوال ايه؟ بتيكوال 90. نيجي نبص على الهايبوتنس، ليه هو ده هو طالبه؟ يبقى انت مش هينفع تعمل هنا بروف بالحاله الرابعه باللي هي الار اتش اس، لان انت اوريدي الهايبوتنس مش موجود عندك. يبقى بص بقى، ده دي الحاله الايه دي الفيرست كيس اللي هي ده عندك سايد بيكوال سايد وعندك انجل وده كومون، يبقى تو سايدز وانجل ايه ان بتوين. يبقى سنس ان الانجل دي بتيكوال 90، ايه كمان؟ عندي السي بي بيكوال السي دي، ايه كمان؟ الاي سي كومون والاي سي از كومون،
يبقى انا عندي الثلاث شروط عندي هنا موجودين اللي هم كافيين ان انا اقول ان هم ان التو ترينجلز كونجروانت. خلاص يبقى اقول زين زين ايه ان الترينجل اي سي بي is congruent للترينجل اي سي دي. تمام ده كده الثلاث خطوات دول محفوظين. تحدد التو ترينجلز, تقول الكونديشنز, تقول الشروط, تثبت ان هم ايه congruent. بعد كده بنكتب كده سطر كده, السطر ده ديباجة, ده اسطمبة هتحطه عندك في كل المسائل اللي هو we deduce from this congruence that, يعني احنا بنستفاد او بنستنتج من هذه العملية بتاعت التطابق بنستنتج الاتي. بتستنتج ايه؟ بتستنتج ان بيحصل تبادل للمعلومات, بقولها لك تاني exchange information. مكافئتك ان انت هتحصل على الميسنج elements اللي هي مين؟ ان الـ AD بيكوال الـ AB. يبقى هنديديوس اول حاجة اول مطلوب عندي ان الـ AD بيكوال AB بيكوال 5A سنتيمتر. يبقى انا جبت اول حاجة. تاني حاجة الـ measure of angle اللي هو عايز DAC. يبقى انا عندي هنا هستنتج تاني حاجة ان الـ measure of angle ADC بتكوال الـ measure of angle ABC بتيكوال كام؟ ال 57 ايه 57 ديجري. يبقى انا عندي دي بقى اصبحت 57 ودي عندي 90. يبقى اقدر اجيب دي ازاي؟ الحته اللي قلناها من شويه ان انت لما يكون عندك تو انجلز وعايز تجيب الثالثه بنكتب استامبا في البروف. اول استعمل ايه؟ تحدد التراينجل اللي انت هتشتغل عليه. يبقى هنقول ان في التراينجل مين اي سي دي دي سنس سنس ايه, اكتب هكتب ان الثري انجلز بتوعه ان الميجر اوف انجل ايه بلس الميجر اوف انجل سي بلس الميجر اوف انجل دي بتيكوال كام؟ بتيكوال 180. وبعدين تقول التو انجلز اللي عندك اند الميجر اوف انجل سي بلس الميجر اوف انجل دي بتيكوال ال 90 بلس ال 57 اللي هتيكوال كام؟ عندي هنا 7 5 بلس ال 9 ايكوال 14 ديجريز. يبقى انت كده دي كلها استامبه بتستدعيها في حاله ان انت عايز تكتب ان انت عندك ميسنج انجلز انجل وعايز تجيبها من التراينجل. يبقى زين بقى ايه الميجر اوف الانجل اللي انا عايزها اللي هي دي اي سي هت equal 180 minus 147 which is هنا 0 minus 7 هي equal هيبقى عندي هنا 3 وهنا خدنا بورو 1 يبقى عندي هنا 7 minus 4 equal ايه equal 3 اللي هي 33 ايه 33 degree. تمام يبقى هنتفق مع بعضينا ان البروف بتاع اي مسألة geometry is easy مش حاجة صعبة لان انت عندك اجزاءه بتتكرر. يعني انت بص هنا كده الحتة دي احنا عملناها من شوية الحته دي كده من اول هنا كده لحد هنا دي كده محفوظه دي كده انت حافظها. ايه كمان الجزئيه دي بردك محفوظه لما اجي اتكلم وعايز اجيب انجل وانا عندي اتنين موجودين اصلا دي محفوظه بنذكر التراينجل ونقول ان الثلاثه بيكوال 180 واجيب الاثنين اللي عندي المعلومين اقول بيكوال كذا واقول الثالثه بتيكوال الديفرنس. تمام يبقى انت الـ 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 الاجزاء دي المركبه من مجموعه ستيبس انت ممكن تستدعيها في اي مساله عايز ايه تكتب فيها البروف. وبالتالي البروف سهل ما نخافش من البروف. اتس فيري فيري ايزي when you concentrate when you arrange your ideas in your mind. لما هترتب الافكار كويس في دماغك هتعرف تشتغل كويس. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده. in the opposite figure مديني الـ AD بيكوال الـ DC ومديني جاست ده مفيش أي حاجة تانية خالص وفي عندي كومون سايد. خد بالك هل في أي أنجلز بتيكوال بعض؟ مفيش. بس خد بالك في حاجة في عندك دي 30 ودي 110 يبقى الاتنين دول 140 يبقى دي 40 يبقى أنا عندي دي 40 بتيكوال دي 40 وعندي سايد بيكوال سايد وعندي واحد إيه كومون. هو عايز اللينس بتاع الـ BC
وعايز ده واضح ان هو هيكوال ايه، هتجيب الانفورميشن دي من الترينجل التاني بعد ما تثبت ان هما الاثنين كونجروينت. وعايز الميجر بتاعت البي اي دي، عايز البي اي دي واضح هتبقى 110، يعني هيحصل نقل الانفورميشن من هنا لهنا بعد ما تثبت ان هو ايه كونجروينت. طيب تعال نشوف هنكتب البروف ازاي. اولا انت هل الشروط بتاعت الكونجروينس متحققه؟ هل هي واضحه قدامك دلوقتي؟ لا، انا اللي موجود عندي ان سايد بي ايكوال سايد وواحد ايه كومون، يعني الانجل دي مش واضحه قدامي ان هي زي الانجل دي. يبقى رقم واحد في البروف ان انا اجيب ان الانجل دي 40. عملناها اكتر من مره ان لو عندك 2 انجلز وعايز تجيب الثالثه في اسطمبه بتتكتب، الاسطمبه دي كل ما تحتاجها تستدعيها وتكتبها فين في المساله، وبالتالي البروف is not that difficult، مش صعب زي ما انت متخيل. مجموعه حاجات هتتكرر معاك كتير بس تبقى انت عارف الستبس دي تمشي فيها ايه وتكتبها ازاي. يبقى انا رقم واحد نثبت ان دي 40. عشان نثبت ان دي 40 زي ما اتفقنا حدد الترينجل اللي هتشتغل عليه. يبقى اول حاجه هنقول ان في الترينجل مين سي دي بي، سي دي بي ماله الترينجل ده؟ هنقول سينس ان الميجر اوف انجل بي بلس الميجر of angle D plus the measure of angle C equal كام؟ 180 degrees. ودي عملناها قبل كده. يعني ايه؟ يعني الكلام ده كله اسطمبة محفوظة وهعلم لك عليها بعد كده. استعملناها قبل كده اكتر من مرة وهتستعملها بعد كده. يعني دي على طول هتستعمل الحاجات دي. يبقى الكلام ده تحفظ ازاي تكتب الستبس بتاعت ان انت تجيب انجل في ايه؟ في تريانجل والانجل ميسنج. بعد لما بقول ان هما الثلاثة بي equal 180 بقول ان since الميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل سي بت equal كام؟ 30 بلس 110 which is a 140 degree. طب انت عايز بقى دي، يبقى على طول then الميجر اوف انجل دي بت equal ايه؟ بت equal 180 degrees minus 140 degrees which is 48 degree. يبقى الحته دي كلها كده دي حته محفوظه واستعملناها قبل كده وهتستعملها في كل المسائل. لازم تعرف ازاي تكتب مجموعه الايه؟ مجموعه الستبس ديت. اوكي؟ طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا عملت ايه؟ انا جهزت الشروط بتاعت الكونجرونس. يعني ما اخشش واتكلم في الكونجرونس الا لما احط الشروط في جيبي. ايه الشروط اللي حطيتها؟ ده عندي وده عندي وده عندي. كان عندي انجل لازم اجيبها الاول، يبقى جبتها الاول وبعد ما اجيبها اخش اتكلم بقى في ايه؟ في الموضوع بتاع الكونجرونس. طيب عشان اتكلم في البروف في الكونجرونس اول حاجه بنعمل ايه؟ بنكتب التو تريانجلز. يبقى هقول كده ان في التريانجل اي دي بي اند الترينجل، تحاول تعمل كورسبوندنس بين الايه الحاجه وانت بتكتبها. يعني الاي هي السي والدي كومون والبي كومون، يبقى سي دي بي. في التو ترينجلز دول مالهم؟ التو ترينجلز دول كلمه مالهم دي او فيهم ايه؟ يعني سنس تبتدي تقول الكونديشنز اللي عندك والشروط المطلوبه والاليمنتس اللي انت شايفها عشان تحقق بيها عمليه الكونجروينس. يبقى ايه اللي عندي؟ سينس الاي دي ايكوال دي سي، اي دي ايكوال دي سي. ايه كمان عندي؟ البي دي كومن، البي دي از كومن. ايه كمان عندي لسه جايبها دلوقتي؟ الميجر of angle ADB بت equal the measure of angle CDB. اوكي؟ اللي هي equal كام؟ equal 48 degree. يبقى انا جبت عندي two sides and an angle which is included between الايه؟ ال two sides دول. يبقى اقدر اقول ان التريانجل ADB is congruent للتريانجل CDA. سي دي بي. اوكي؟ واكتب بقى الكيز، الكيز عندي اللي هي اني كيز؟ اللي هي سايد انجل سايد. سايد انجل ايه؟ سايد. وبعد كده بنكتب السطر اللي احنا بنكتبه دايما اللي هو وي ديديوس فروم
this congruence that. هنستفاد ايه من العملية دي؟ هنستفاد تبادل الانفورميشن between two triangles. اللي عنده معلومة يديها للتاني، الترينجل اللي فيه معلومة يديها للايه؟ للترينجل اللي مفهوش معلومة. يعني انت عندك ده في معلومة 7 سنتيمتر ينقلها لاخوه، ده في معلومة 110 ينقلها ايه؟ لاخوه. يبقى هنستفاد ان length of BC equal 7 سنتيمتر، وهنستفاد ان BAD equal 110. يبقى we use that ان BC اللي هو طالبها، يبقى BC هت equal 7 سنتيمتر and measure of angle BAD هت equal كام؟ 110. طيب تاخد بالك هنا ايه؟ ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان احنا الحتة دي كده كلها على بعضها عملناها من شوية في الايه؟ في المسألتين اللي فاتوا. يبقى الجزئية دي كلها كده، تبقى انت واخد بالك وحافظ الستبس دي ازاي بتتكتب. اوكي؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لك in the opposite figure مديني عندي سايد بي ايكوال سايد واذر سايد بي ايكوال اذر سايد، وعندي واحد كومون، يبقى انا عندي في congruency between the two triangles دول. هو عايز الميجر اوف اي بي سي، عايز اي بي سي الميجر بتاع كل الانجل دي. يبقى انت عشان تجيب الميجر بتاعت الانجل دي كلها انت لازم تجيب الايه؟ التو انجلز دول، دي ودي. طب دي عندي ولا مش عندي؟ اه دي عندي. ازاي عندي تو انجلز وهجيب الثالثه؟ يبقى لما اجي اكتب البروف، الجزء اللي بنكتبه دايما في الحته دي تقول ان ال3 بي ايكوال 180 وتاخد الاثنين دول تعمل لهم بلس والثالثه ده ديفرنس، ده محفوظه اهي مفيش فيها اي تغييرات. يبقى انت ممكن زي ما قلت لك البروف بتاع اي مساله هتجيبه بحفظك لمجموعه استنباط كده تيجي تحطها في كل ايه؟ في كل مساله. خلاص بعد ما جبت الانجل دي انا محتاج اجيب دي. خد بالك انت بتحل بعينيك المساله الاول. طب انا عشان اجيب دي اجيبها ازاي؟ اه ما قداميش حل غير ان انا اقول ان ده وده الاثنين دول كونجروينت. طب هستفاد ايه؟ هيحصل انتقال للمعلومات. الانفورميشنز اللي عندك هنا تتنقل هنا. ده هتيكوال ده وده هيكوال ده وده هيكوال ايه؟ هيكوال ده. اوكي؟ يبقى نبدا المساله، عايزين نجيب الانجل دي. يبقى ان في التريانجل عندي اي بي دي ماله؟ شايف في ايه؟ شايف ان all internal angles equal 180، يعني الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل دي equal 180. عملناها من شويه وبنعملها تاني وهنعملها بعد كده. وايه كمان؟ وان الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل دي بت equal 110 بلس الايه؟ ال 50 which is a 160 degree. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الانجل الميسنج اللي احنا محتاجينها اللي هي الميجر اوف انجل اي بي دي دي بت equal كام؟ بت equal 180 minus 160 which is a 20 degree. يبقى دي اول جزئيه، ان انت ازاي نجيب الانجل دي ونكتبها في صوره ستيبس في راشوناليتي. وانت بتكتب لازم يكون، لازم تكون في منطقيه وانت بتكتب. سينس زين الخطوه اللي بتكتبها لازم يكون ليها مسببات انت مديها ايه؟ مديها قبليها. طيب جبنا ال 3 انجلز دول وعندي المعلومات دي، عايز طبعا انت عايز تقول ان دي ايكوال دي، يبقى لازم احقق الايه؟ الكونجروانس. عشان احقق الكونجروانس اول حاجه بنكتبها ايه؟ اكتب التو تراينجلز. يبقى ان في التريانجل مين؟ اي بي دي، والتاني مين اخوه؟ اند السي بي دي. مالهم؟ مالهم دي يعني سنس. هتقول ايه؟ في ايه انت شايفه؟ انا شايف الاتي، شايف ان الاي بي بي ايكوال السي بي. ايه كمان؟ شايف ان الاي دي بي ايكوال السي دي. ايه تاني شايفه؟ شايف ان البي دي از كومن. تمام، يبقى انا كتبت كده الشروط اللازمه ان انا اقول ان التو تراينجلز دول ار كونجروينت، وبالتالي ممكن اقول على طول زين ان التراينجل اي بي دي از كونجروينت تو تراينجل اي سي
بي دي. وما تنساش تعمل سهم كده وتذكر الايه الكيس بتاعتك اللي هي سايد سايد ايه سايد. طيب بعد ما تكتب كده تكتب السطر اللي بنكتبه على طول اللي هو we deduce from this congruence that. ايه اللي هتستفاده من عملية الكونجروس؟ هتستنتج ايه؟ هتستنتج ان كل الانفورميشنز المجهولة ممكن تعرفها لما تبص في الترينجل اخوه، لقال لك الاثنين زي بعض، بص هنا وبص هنا هتلاقيهم زي بعض. يبقى احنا هنستفاد ايه؟ هنستفاد ان الميجر اوف انجل سي بي دي بتيكوال الميجر اوف انجل اي بي دي which is a 20 degree. يبقى أنا ممكن دلوقتي أجيب بقى اللي أنا عايزه، يبقى then measure of angle A B C اللي هي المطلوبة مني اللي هي دي كلها هت equal D plus D اللي هي هت equal ال 20 degree plus 20 degrees اللي هي عندي إيه 40 إيه 40 degrees. تمام؟ يبقى أنت زي ما أنت شايف المسائل كلها بتتشابه في الحل. يبقى تاخد بالك وتركز وانت بتكتب الجزئية، انت بتقسم البروف لمجموعة اجزاء، ولازم تبقى انت واخد بالك كل جزء بيتكلم عن ايه. ما تبقاش مشتت، ما تبقاش تايه، ما تخشش كده المسألة تايه. لا انا مش تايه، انا والله انا عارف ان الحتة دي بستعملها لما ايه اجيب انجل في تريانجل وعندي اتنين موجودين واجيب واحدة ميسنج. طيب والجزئية دي انا بكتبها من اول هنا لحد كده كده، كل ده محفوظ. بتحدد التو تريانجلز وتحدد الشروط وبتحدد الحاله وبتكتب السطر ده واللي انت عايزه هتكتبه بعد كده. اديك شايف عاملين نكرر، مفيش صعوبه خالص في كتابه البروف. ناس كتير جدا بتبقى متوتره وبتكتب بروف. لا، رتب افكارك، ما تتوهش نفسك، لازم تكون واثق من نفسك. هتخش المساله تايه مش هتعرف تعمل حاجه. نيجي الاكسرسايز اللي بعد كده. ان ذا اوبوزيت فيجر مديني البي اي، البي اي بايسكتس الانجل اي دي سي، اي دي سي يعني دي كده بت ايكوال دي كده، اند بايسكتس اي بي سي، وعندي دي كده بت ايكوال ايه دي كده، ومديني دي 6 سنتيمتر وده ايه وده 8. بيقول لك فايند اللينث اوف سي بي وعايز الاي دي. واضح طبعا ان هيكون في عمليه كونجرس هتثبتها، وده طبعا هيكوال ده وده هيكوال ده. طب نشوف ازاي هنعمل الموضوع ده ونشوف الشروط متوفره ولا لا. طيب سنس ان البي دي ده بي بايسكتس الانجل دي والانجل دي، يبقى زي ما قلنا الانجل دي والانجل دي زي بعض والانجل دي والانجل دي زي بعض. طيب في ايه تاني موجود؟ في عندك كومون، كومون سايد. طب خد بالك لما يكون الانجل دي والانجل دي زي بعض، انت عندك دي كلها ستريت انجل ودي كلها ستريت ايه انجل، يبقى الانجل دي والانجل دي ايه زي بعض. يبقى انا عندي تو انجلز جوه التريانجل وهنا تو انجلز وعندي سايد درون بتوين الايه التو فيرتيسز. يبقى انا قبل ما اكتب واقول ان انا عندي تو تريانجلز وهعمل لهم عمليه كونجرنسي، لا ده انا الاول اجهز الشروط. يبقى نجهز الشروط اللي عندنا، نقول ان دي ودي نسبتها الاول ونسبه ان دي ودي بيساوي بعض الاول. يبقى انا كده جهزت الشروط وبعد كده نخش نعمل عمليه الكونجرنس. يبقى انا اول حاجه هنقول سنس ان البي اي راي بايسكتس الانجل اي بي سي، يبقى على طول زين ايه زين الانجل اي الميجرمنت الميجر اوف انجل اي بي دي بيكوال الميجر اوف انجل سي بي دي. يبقى انا كده جهزت اول شرط وعندي دي كومون. نجهز بقى ان دي بتيكوال دي، هنقول also since البي bisects اي دي سي، ده معناه then measure of angle ADE بيكوال measure of angle CDE. طيب تلاحظ الآتي، عندك الميجرمنت اوف الانجل اي دي اي بلس الميجر اوف انجل اي دي اي بلس الميجر
of angle ADB. الكلام ده هي equal 180. And the measure of angle CDE اللي هي دي CDE plus the measure of angle CDB بت equal 180 and also 180. دي هنا 1 وهنا 2. يبقى from 1 and 2 then the measure of angle اللي هي BDA بت equal the measure of angle BDC. يبقى انا كده جهزت الشروط. يبقى انا كده ثبت ان التو انجلز دول ايكوال وان التو انجلز اللي فوق ايكوال وعندي الكومن ايه كومن سايد. يبقى احنا نخش على طول نكتب. يبقى ان في التراينجل مين البي دي اي اند التراينجل الثاني اللي هو البي دي سي مالهم سينس الميجر اوف انجل بي دي اي لسه جايبها بت equal the measure of angle BDC ايه تاني وال measure of angle اللي فوق ABD بت equal the measure of angle CBD ايه تاني عندي also عندي ال BD is common. طيب نطلع بايه بالكلام ده نطلع من الكلام ده then ال two triangles عندي BDA is congruent to a triangle BDC. بعد كده بنكتب السطر اللي احنا متعودين عليه we deduce from congruence that نستفاد ايه بقى من ال congruence نستفاد ان ال BC equal AB equal 8 سنتيمتر ونستفاد ان ال AD equal CD equal 6 سنتيمتر يبقى ال CB equal 8 وال AD equal 6 يبقى ال CB هي equal 8 سنتيمتر وال AD هي equal 6 سنتيمتر. اوكي سهله مفيش فيها اي حاجه خالص وكل المسائل هتبقى سهله ان شاء الله. البروبلم اللي بعد كده is opposite figure مديني ال hypotenuse equal hypotenuse وال right equal right وال side equal side. يقول لي find the measure of the unknown angle in ADE. عايز ال ADE عايز ال unknown angles اللي هي ال angle دي وال angle ايه وال angle دي. طيب نيجي نشوف مبدئيا في ال triangle ده انا عايز اجيب ال angle ده ال angle دي. اتفقنا لما نجيب angle missing دي ليها اسطمبة كده معينة بنستدعيها في كل مسألة نحب نكتب فيها الكلام ده. نحدد ال triangle الاول يبقى ايه في الترينجل عندي ABC ماله since the measure of angle A plus the measure of angle B plus the measure of angle C equal 180. ايه كمان the measure of angle A plus the measure of angle B دي عندي 57 plus 90 which is 147. طب زين ايه بقى اللي انا بدور عليها الميجر اوف انجل سي هت ايكوال كام هت ايكوال 180-147 اللي هي هت ايكوال معايا 33 degrees. يبقى انا جبت ايه جبت دي في الاول. طيب عشان تتنقل المعلومات من هنا لهنا عشان يحصل exchanging للانفورميشنز between the two triangles لازم اجيب بينهم علاقه. ايه العلاقه اللي هنجيبها اللي هو الدرس بتاعنا اللي هو الكونجروانس بتوين التو تراينجلز. يبقى اثبت ان في كونجروانس بتوين التو تراينجلز. اثبتها ازاي؟ اول حاجه احدد التو تراينجلز اللي هتكلم عنهم. يبقى ان تراينجل اي بي سي اند تراينجل سي دي اي سوري اي دي اي مالهم مالهم. دي بقى انا اكتب الشروط بتاعت الكونجروانس. عندي الميجر اوف انجل بي بت ايكوال الميجر اوف انجل دي
equal 90. ايه تاني؟ الهايبوتنس AC بيكوال هايبوتنس AE. ايه كمان؟ عندي السايد CB بيكوال السايد DA. يبقى انا كده قلت الشروط اللي لازم توفرها ان انا اثبت واتاكد واقول ان الاثنين دول ايه؟ congruent. يبقى then triangle ABC is congruent to triangle ADE. وبعد كده بكتب السطر اللي احنا قايلين عليه we deduce from this congruence that. هنطلع بايه من العمليه دي؟ هنطلع ان انا من حقي اقول ان دي زي دي، ومن حقي اقول ان دي زي دي. يعني الميجر اوف انجل اي اي دي هتيكوال معايا ال 57، والميجر اوف انجل اي اي دي هتيكوال معايا 33 ديجري. نيجي مع بعضينا نشوف انذر اكزامبل، اخر اكزامبل معانا في الليسون. بيقول لي في الفيجر اللي انت شايفه ده مديك البي دي ايكوال السي اي، ومديك الميجر اوف الانجل اللي انت شايفها عليها سيمبل دي السي ايكوال بي، والميجر اوف انجل دي ايكوال دي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك از اي دي، هل الاي دي ده ايكوال اي اي؟ طبعا ده حاجه ده في الشرق وده في الغرب بعاد عن بعض خالص. يبقى انت ما قدامكش غير ان انت تستغل الليسون ده بتاع الكونجروانس ان انت تحاول تقول ان الاثنين دول زي بعض، وبالتالي ال AD equal AE. يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج تتوافر في هذا الترينجل الشروط اللي احنا اللي انت هتحتاجها لعملية الكونجرانس، وكذلك نفس هذه الشروط توافر في الترينجل التاني. طب نيجي نبص على التو ترينجلز دول، ال ABD ترينجل ده كده هو ترينجل ده كده، والترينجل التاني عندي اللي هو ال A، الترينجل التاني اللي هو ال ACE. مالهم التو ترينجلز دول؟ طيب هتلاحظ فيهم ان البي دي ده بيكوال ايه؟ ده. يبقى انا جبت سايد. عندك حاجه تاني؟ ما عندكش غير سايد واحد بس. بس انا عندي انفورميشن تانية هو مديهاني. هو مديني الانجل دي ايكوال الانجل دي. ما اقدرش اطلع بمعلومه من اللي هو مديهوني ده ان الانجل دي ايكوال الانجل دي. هو طبعا في معلومه، بس للاسف المعلومه دي انت واخدها قبل كده في جريد 5. لو انت مش مركز وفاكر اللي انت خدته زمان، للاسف مش هتعرف تحل المساله دي بالذات، لان المساله دي انت التو انجلز دول مالهم؟ دول بيز انجلز في اي تراينجل؟ في الاي سي بي. وطالما البيز انجلز في اي تراينجلز ار ايكوال، ده معناه ان احنا بنتكلم عن ايسوسلس ايه؟ ايسوسلس تراينجل. يعني المفروض نبدا المساله دي ازاي؟ هنقول ان سنس ان الاثنين دول ايكوال في التراينجل ده، يبقى انا ممكن استفاد ان ده هي ايكوال مين؟ هي ايكوال ده. اوكي، يبقى انا كده جبت مين؟ جبت تو سايد، جبت سايد وسايد وانذر سايد وانذر سايد. يبقى انا محتاج يا اما سايد يا اما محتاج انجل. طب هو السايد ده هو عايزه، يبقى انت هتجيب انجل. اجيبها ازاي؟ خد بالك ان دي كلها ستريت، دي كلها ستريت انجل، ودي جزء منها. يبقى سنس ان دي ستريت وده ايكوال ده، يبقى لازم ان الانجل دي هتيكوال الانجل ايه؟ الانجل دي. يبقى انت حليتها بعينيك الاول. يبقى انا حققت الشروط، لقيت تو سايز انجل انكلودد، يبقى ده وده كونجروانت، يبقى الاي اي هيكوال الايه؟ الاي دي. تعالوا نشوف نكتبها ازاي الحكايه دي. اول حاجه انا احط الشروط في جيبي الاول. الشروط مش معاك، يبقى جهزها الاول. يبقى نجهز الشروط ازاي؟ نحاول نقول ان ده بيكوال ده. نجيبها ازاي؟ نحدد التريانجل. يبقى ان في التريانجل مين؟ اي سي بي ماله؟ سينس ان الميجر اوف انجل اي سي بي بتيكوال الميجر اوف انجل اي بي سي. تستفاد ايه من الحكايه دي؟ استفاد ان هو ايسوسلس، يعني الاي سي بيكوال الاي بي. يبقى انا كده جبت كونديشن من الكونديشنز اللي بحتاجها في عمليه الكونجرنسي. طب ايه كمان؟ هنقول ان سنس ان الميجر اوف انجل اي سي اي بلس الميجر اوف انجل اي سي بي ايكوال 180. ايه كمان؟ اند الميجر اوف انجل
ABD plus the measure of angle ABC equal 180 and إيه عندي كمان؟ عندي إن ال measure of angle ACB بت equal ال measure of angle ABC يعني ده equal ده يبقى لازم ال إيه ده هي equal ده يبقى then ال measure of angle ACE بت equal ال measure of angle ABD اوكي يبقى انا كده جبت الشروط يبقى انا كده جهزت الشروط اللي هو عندي تو سايدز وانجل ان بتوين يبقى طالما جهزت الشروط يبقى نخش نكتب الفورما اللي احنا متعودين نكتبها لما نحب نثبت ان التو ترانجلز ار اي ار كونجروانت يبقى هنقول التو ترانجلز ان اول ترانجل عندي اي بي دي اند الترانجل الثاني اللي هو اي سي اي مالهم التو ترانجلز دول مالهم انت شايف فيهم ايه انا شايف فيهم ان البي دي ايكوال الاي سي شايف ايه كمان شايف ان الاي بي ايكوال اي سي وايه تاني وشايف ان الميجر اوف انجل اي سي اي بتيكوال الميجر اوف انجل اي بي دي تمام يبقى انت كده شايف الثري كونديشنز بتوع الايه بتوع الكونجرنس وبالتالي تقدر تقول ان زين الترينجل A B D is congruent للترينجل A C E. طيب تستفاد ايه؟ استفاد يبقى we deduce from this congruence that ايه اللي تستفاده؟ استفاد ان ال A D equal A E يبقى then AD equal AE وهو ده اللي هو ايه عايزه فين في المسألة وبكده يبقى احنا خلصنا lesson 4 اللي هو ال congruent triangles lesson ده مش صعب زي ما انتم متخيلين lesson ده محتاج ان انت تكون مرتب افكارك مرتب بتعمل ايه عارف الكيزز كل كيز فهمها افهم الكيز هو الموضوع مش ان انت تقعد تقرا وخلاص لا تقرا وتستوعب لازم تستوعب اللي انت بتقراه لو استوعبت اللي انت بتقراه يعني انت فهمت وطالما فهمت يبقى هتعرف تحل ومش هتبقى تايه وانت بتحل اتمنى اكون فهمت الدرس كويس واتمنى اكون وفقت في شرحه وبالتوفيق ان شاء الله